وينضم إلينا دكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. مرحبا بحضرتك يا فندم. يعني كيف ترى وتيرة عمل لجنة العفو الرئاسي والمعايير المتبعة في التوصيات المقدمة للعفو الرئاسي عن بعض المحبوسين احتياطيا؟ الحقيقة بعبر طبعا عن سعادتي كمصري بهذا الخبر رقم واحد، وبتقدم وأدعو للمفرج عنهم بالهداية وصلاح الحال وانضمامهم ودخولهم كأعضاء عاملين وفي المجتمع، والأهاليهم أبارك لهم بعودة أبنائهم. وأرى أن في هذا القرار هو استمرار لما وعد به الرئيس في وهو مرتبط أيضا بدعوة الرئيس للحوار الوطني، وقد صدق وعده الحقيقة في استمرار الدفعات المفرج عنهم ومراعاة المعايير والحيدة وفي المفرج عنهم. وده خبر بيسعدنا، هو ده السلام الاجتماعي اللي احنا بننشده، ودور الدولة انها الحياة يعني تسمن وتدعم هذا السلام. وانا سعيد بهذا الخبر. نعم. وننتظر المزيد من الدفعات المفرج عنهم ان شاء الله. حضرتك يعني اعربت عن املك في ان ينخرط هؤلاء في المجتمع مره. نعم. ثانيه، وهذا ايضا ما اشار اليه البعض بانهم يعني لديهم العزيمه لمتابعه الحياه بشكل طبيعي، وكانت الدوله قد اعلنت انها سوف تساندهم في الانخراط. نعم. في المجتمع، كيف برايك يمكن ان تقدم الدوله لهم يد العون في هذا الاتجاه؟ والله يعني بالنسبه إذا كانت هناك فرص عمل وعدم وضع قيود لانضمامهم أو لدخولهم وبالنسبة لعقودهم في أو لرجوعهم لوظائفهم، يبقى الإفراج هو إفراج نهائي بكل ما يتعلق به من آثار لعودة الناس دول، سواء إذا كانت لهم علاقات عمل مع هيئات حكومية أو قطاع خاص وتشجع على ذلك. واحنا الحقيقه ده دور الدوله ودورنا احنا حتى ارباب العمل تشجيع الناس ديت وفتح باب يعني ابواب الرزق ليهم ان شاء الله. نعم، اشكرك جزيل الشكر استاذ عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد.